احنا من امن بي ولو مات في ساحر. هذا كنيسة مار انطونيو لافيتيا، وهذا محل بوزة اندرو. هذا محل بوزة اندرو في يافا. احنا نقول احنا في يافا للاسف الارمات كلها زي ما شايفين ارمات يهودية، ارقام طبعا ارقام السيارات، حتى رقم السيارة هاي مكتوب عليها اسرائيل. يعني طبعا بحس في النفس انك تروح تيجي على مدينة يافا وتشوف كليات الكتابات الموجودة هون، الكتابات العبرية، ما تشوف كتابات عربية. وهي النورة معبودة بتاعتها. انا برضه واحدة ليمون، بس ليمون، بس ليمون برضه. السلام عليكم، كيف الحال؟ تمام. كم بدك؟ انت ايش بدك؟ انا باخذ تشيز كيك. تشيز كيك، وين التشيز كيك؟ احنا هاي هون. كمان واحدة زيها ولا بدك علبة؟ لا علبة 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 علبة. حط لنا علبة، الله يخليك. علبة. اوكي. حط لنا تشيز كيك، تشيز كيك. هاي علبة. وهاي بوزة. طبعا هاي بوزة من يافا. اعطيني الوحدة لصوص. حط لي ليمون لوس. سلمون. سلمون سلامة. احنا من يافا. انت من يافا. بس احنا يعني عايشين في دبي. دبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قديش تبغى؟ كلمة احكي لك كلمة. يعني احكي كلمة. والله تمام، حلوة يعني. يافا ما في أحلى منها. هي هي. احنا في المنشية، كنا في المنشية. راحت المنشية. تسلم تسلم، بارك الله فيك. يلا الله يعطيك العافية. شكرا. يلا احنا عايزين هون. زكي قاعدين هون، احنا بناكل بوزه في يافا. ما في احلى من هالقعده. مع الشيء الوحيد اللي بصراحه اللي بتضايق انه ايش، انه الكتابات كلها اللي حوالينا عبريه. يعني هاي دائما بتذكرنا انه هذه ارض تم احتلالها وتغيرت كثير من المعالم بتاعتها. لكن الحمد لله لسه في سكان عرب في يافا، ولسه في اماكن وفي احياء عربيه، وفي ناس عرب، وفي محلات وحياه عربيه. والحمد لله احنا هذا وجودنا في هذا البلد. يعني رغم الاحتلال احنا موجودين، احنا موجودين، احنا موجودين، احنا موجودين، راح نضلنا موجودين. راح نضلنا موجودين. ما دام احنا موجودين باذن الله راح ترجع. واحنا هاي ارضنا واحنا بنطالب فيها، وهذه الارض اللي احنا نرجع لها. يعني ما بيضيع حقنا، ما بيضيع. احنا بنعرف انه هذه ارض ما بيضيع حق ولا مطالب. صح، ما بيضيع حق ولا مطالب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم المذيع الدكتور نورمان علي خلف من يافا. بطعم الليمون. بطعم الليمون. يافا بطعم الليمون. ايوه. شو رايك بالبوزه؟ رهيبه. شو تعطينا انطباعك عن البوزه؟ البوزه رهيبه. يعني رهيبه بمعنى جيده جدا. اعطينا انطباعك عن البوزه. جيده جدا. وانا بقول جيده جدا مع انه ما دقتها، بس لانها من يافا جيده جدا.